تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. هنبدأ بالإنستجرام. أحمد حلمي عنده 17 مليون و100 ألف متابع، وهو بيتابع 225 أكاونت، معظمهم أصحابه وأولاده ونجوم من الوسط الفني زي يسرى، كريم عبد العزيز وغيرهم من نجوم الوسط الفني. أحمد حلمي نشر لحد دلوقتي أكتر من 900 صورة وفيديو على الإنستجرام. لما دخلنا اتفرجنا على الأكاونت لقينا إن أول حاجة لفتت نظرنا إنه أكاونت كوميدي جدا، وكمان هو بيحب يعمل كوميكس من أعماله الفنية، سواء صورة أو فيديو على بعض العادات اللي بتقابلنا في حياتنا، ودايماً بيتميز لكتابته للكابشنز اللي بتكون تعليق تحت الصورة اللي بيحطها. والأكاونت كمان معظمه بوسترز لأعماله الفنية، آخرهم مسرحية نيمو اللي بيشاركوا فيها أحمد رزق، هنا الزاهد وحمدي المرغني ومجموعة من نجوم الفن. أحمد حلمي ومنى زكي من الثنائيات الجميلة اللي دايماً موجودين على السوشيال ميديا، فلقينا أنه ناشر أكتر من 50 صورة ليهم، وكمان بيكون حريص دايماً أنه يدعم أعمالها الفنية، وآخر بوست نشره ليهم كان عن مسلسل تحت الوصاية. المعروف عن حلمي أنه بيعرف يرسم وبيحب الرسم جداً ودايماً بيدعم الرسامين، فلقينا أنه ناشر أكتر من 200 صورة وفيديو لمواهب رسامين وبيرسموا بطرق مختلفة. من الانستجرام لتيك توك بيتابع أحمد حلمي 7 مليون و300 ألف متابع، وهو بيتابع 5 أكاونتس بس، منهم أكاونت طبعاً منى زكي وبنتهم ليلي، وحقق 23 مليون لايك على التيك توك. ومن التيك توك نروح لتويتر، بيتابع حلمي 10 مليون متابع وهو بيتابع 39 أكاونت ونشر حوالي 1000 تويت. وبكده نكون حللنا أكاونتس حلمي على السوشيال ميديا وشفنا اهتماماته وإزاي بيستخدمها. وبكده خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا.